شهدت مدينة الخانقة المصرية اشتباكات عنيفة بين مؤسسين على أيدي شباب من الأخوان، وعلى الأثر اندلعت اشتباكات بين الجهتين أصيب خلالها 12 شخصا من الجهتين. إلى ذلك تشهد مصر اليوم الصفحة الأخيرة لريشة بيير صادق. إلى اللقاء، تابعونا في النشرة بعد الفاصل. استعرضه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي معه ومع الأجهزة الأمنية غدا الأربعاء لبحث اللوائح التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية والتي تتحدث عن معلومات تتعلق بعمليات تستهدف نوابا وشخصيات من 14 من آذار. وأكدت العسكرية استجواب اللواء علي مملوك والعقيد عدنان والاستماع إلى إفادة مستشارة الرئيس السوري بوثينة شعبان بملف الوزير ميشيل سميحة. تقرير عمر حرقوف. رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت لتلفزيون مستقبل ما أشيع عن تعرض طائرتين تابعتين للشركة لصاروخين فوق الأراضي السورية. الحوت قال إن الطيارين شاهدوا ومض ناري أمامهم، فأبلغوا على الفور سلطات الطيران المدني في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي ما استدعى تنسيقا عاجلا مع السلطات السورية حول الموضوع، مؤكدا أن الخط الذي يسلكه طيران الشرق الأوسط تسلكه باقي الشركات العالمية لا يمكن أن يتعرض لإطلاق نار. بحث رئيس كتلة المستقبل النيابية الأوضاع في لبنان والمنطقة أمام وفد من الأمم المتحدة، مؤكدا على ضرورة استقالة الحكومة وتحرك الأمم المتحدة لوقف آلة القتل في سوريا. في سوريا تصدى الجيش الحر لركل من دبابات وآليات كتائب الأسد في منطقة حران العواميد، فأعطب دبابتين وأرغم الرتل على التراجع إلى داخل المطار. وفيما اتهم الثوار كتائب الأسد بقصف المناطق السكنية بقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا، كثف الجيش الأسدي عملياته العسكرية في غالبية المدن والبلدات السورية، فقتل أمس أكثر من 121